لا تفوتكم بنات خلطتي، هذا خشمة بعد ما نظفته وهذا خشمة قبل ما نظفته. يلا نبدأ. هنحتاج صابونة بيرس، هنقشر الصابونة فتافيت صغيرة زي ما انتم شايفين. الخلطة الرهيبة هذه من اختراعي وصارت أساسية عندي. طبعا هتحطي الصابون في حمام مائي زي كده، وحنسيبه يسخن شوية، وحنضيف عليه موية ورد. هنقلب الصابون مع موية الورد كويس لما تسيح معانا، وحنضيف ليها ملعقة من النشا، ونقلبها كويس لما تتجانس كل المكونات ويصير قوامها زي الكريم. طبعا هطبقها مرة واحدة في الأسبوع، وطول الأسبوع ألاقي خشمي نظيف وبيلمع. هنحط نقطة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، الصوديوم معروفة إنه هي بتنظف الخشم. ملعقة صغيرة من الزنجبيل، معروفة إنه الزنجبيل بيسحب الدهون اللي في الخشم. والسكر معروفة إنه أقوى مقشر للبشرة. الخلطة يا بنات مو بس فورية، لا هي كمان بتقلل من ظهور الرؤوس. ونقاط أي نوع زيت بشرة أنت بتستخدميه. الخلطة صارت جاهزة، احفظيها في علبة واستني عليها لما تنشف. افرديها على خشمك وخليها لمدة 5 دقائق. بعدها جيبي ليفة مغربية وأفركي بحركة خفيفة.